جايبه لكم النهارده وصفه خرافه للشعر، وبتجيب من الاخر لو انت شعرك بتعاني من الهيشان، من انه مش بيطول بقاله مده طويله، من التقصف او الفراغات. الوصفه دي فعلا هتجيب من الاخر. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده وصفه خرافه جدا للشعر من ناحيه التطويل والتكثيف، ولو شعرك هايش او اي حاجه الوصفه دي فعلا خرافه جدا. احنا هنستخدم في الوصفه دي حاجتين بس، وهي الزبادي ومحتاجين بيضه، يعني زبادي كامل هتحطيه بحاله وهتحتاجي بيضه. معروف طبعا ان الزبادي بيرطب الشعر بشكل خرافه وتحفه جدا من اول استعمال، وفعلا الوصفه دي هتفرق في شعرك جدا جدا، فلازم تشوفيها ولازم تكملي الفيديو وكمان لازم تعمليها. تمام، ليه الزبادي ده انا هستخدمه يعني على الشعر؟ معروف ان الزبادي بيرطب الشعر لان هو طبعا مصنوع من الحليب، فالحليب معروف، الحليب معروف ان هو بيرطب الشعر بشكل حلو جدا، وطبعا البيض لان هو بيحتوي على بروتينات بتطول الشعر وبتمنعه من التقصف وبتطلع كمان الفراغات، ففعلا الوصفة دي فرقت معايا وحلوة جدا. تمام، زي ما قلت لكم هنحتاج زبادي وهنحتاج بيضاي، يلا بينا نبدأ الوصفة مع بعض. تمام، اول حاجة هنعملها هي ان احنا هنكسر البيضة وهنبدأ نستخملها كده عادي خالص، وهتبدأوا ان انتوا تقلبوها كويس جدا، عايزة ما يكونش في اي حاجة ماسكة او في اي شوائب في البيضة. البيض معروف ان هو تحفة جدا للشعر لان فيه بروتينات كتير جدا هتحفز شعرك على النمو وان هو يطول. انا مش عارفة انتوا سامعين الهوا ولا لا، بس الدنيا النهاردة هوا جدا. بصوا يا بنات البيضة بقت عاملة ازاي، شفتوا الرغاوي اللي طالعة دي؟ دي احنا محتاجة ان دي تفضلي تقلبي البيض كده لحد ما الرغاوي اللي قدامك دي تطلع. معلش طبعا على الصوت ده لو هيزعجكم، بس انا بحاول ان انا اعمل الوصفة كلها قدامكم واحدة واحدة وبالتفصيل، لان بتجيلي كومنتات كتير جدا بتبقى بتفضل تسأل عن تفاصيل كتير في الوصفة، فانا قلت النهاردة لازم اكون معاكم واحدة واحدة. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين، بصوا البيضة، بصوا الرغاوي اللي طالعة، بصوا النعومية، مفيش اي حاجة نازلة في ايدي اهو ناشفة. ده اللي انا عايزاكو تكونوا عاملينه في البيضة يعني. تمام كده كويس جدا، وده بالنسبة للبيضة كده احنا عملناها. تاني حاجة بقى هتحتاجيها هي ان انتي هتجيبي الزبادي اهي بالظبط كده، وهتحطيها على الخليط بتاعك وهتنزلي الباقي بالشوكة. هتحتاجي زبدية واحدة كاملة كلها. في بنت هتيجي تقولي مش الزبادي هتبقى كتير، لا بالعكس، احنا عايزين الوصفة تكون شاملة الشعر كله، الاطراف والجذور والخصلة نفسها، فهتحتاجي واحدة من الزبادي الكاملة زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هنفضل نقلب المكرونين مع بعض، الزبادي والبيض. شفتوا حتى حاسين الوصفة تحفة؟ هتفضلي تقلبيها لحد ما تخليها ناعمة. طبعا هقلبها معاكم اهو. الوصفة دي يا بنات من اقرب الوصفات المقربة لقلبي من وصفات الشعر، بحبها جدا. عايزة اقول لكم بستعملها كل اسبوع مرة واحدة بس، بتطول الشعر وطبعا نتيجتها يعني مش هقول لكم من اول مره، بس على الاقل من تاني مره، لان مفيش وصفات بتبقى من اول مره، وخصوصا في موضوع النمو زي ما انتم عارفين، لان النمو في اي حاجه بيبقى محتاج وقت. بس فعلا عن تجربه من تاني مره هتحسي ان شعرك اولا طول، هتحسي كمان بالموضوع ده، شعرك طول معاكي، وبعدين بترطب الشعر بشكل من اول مره. بقى موضوع الترطيب ده بصراحه اي واحدة شعرها متقصف تحط الوصفة دي
على شعرها بجد حلو جدا. بنات بجد انتوا مش متخيلين، انا اصلا مبسوطه النهارده ان انا عامله معاكم النهارده الوصفه لان هي تحفه. بصوا يا بنات، بصوا بقت ناعمه ازاي، بصوا تحفه. تفضلي تقلبي كويس جدا. بصوا تحفه. تمام يا بنات، كده يا بنات الوصفه بتاعتنا بتفضلي تقلبيها لحد ما تبقى ناعمه كده زي ما انت شايفه. تمام، هنحطها قد ايه على شعرنا؟ الوصفه دي هتحطيها من ساعه لساعتين، مش اقل من كده، وبراحتك بقى لو عايز اكتر من كده طبعا. بس هو عموما انت شعرك في الوصفه دي هيمسك كده وهينشف لحد ما تيجي تغسليه طبعا، لان البيض معروف ان هو ايه يعني في الوصفه نفسها وانت حطاها بيكون شعرك كده ايه ناشف. بس اول ما بتحطيها عايزاكي تشوفي النعومه بقى، بجد التقصيف بتاع الشعر هيروح يا بنات من اول يوم بجد مش كلام. تمام. اعذروني. تمام، هتحطوا الوصفه دي على شعركم زي ما قلت لكم من ساعه لساعتين او اكتر، وبعد كده هتغسلوا شعركم وتحطوا بلسم عادي، وبعد كده هتستخدموا اللي هي دي بتاعت الشعر، البونيه ده بتاع الشعر، وممكن ما تحطوهوش وممكن تحطوا كيس نايلون. المهم ان انت تغطي شعرك، لان تغطيه الشعر بيدي شويه حراره للوصفه وبتبقى فعلا فعاله جدا وحلوه جدا. تمام، يبقى انتوا هتحطوا دي برضو ساعتين، وبعد كده تشيلوها عادي، وبعد كده تغسلوا شعركم. دلوقتي انتوا عندكم يعني اوبشنين ان انتوا تعملوه، يا اما تحطوا زيت يا اما لا. انا عن نفسي لما باجي بحط الوصفه دي ممكن احط زيت جوز الهند. انت ممكن ما يكونش قدامك الاوبشن ده، فممكن عادي ما تحطيش، دي زياده يعني براحتك تحطيها او ما تحطيهاش. انا عن نفسي احيانا بحط واحيانا ما بحطش، لكن في الوصفه دي مش هحط المره دي، لاني انا من يومين كنت عامله حمام زيت، كنت عامله الزيت مجموعه الزيوت الثلاثيه دي، فانا مش هتقل على شعري، ويعني بعمل حمام الزيت بتاعي مره واحده بس في الاسبوع. فالمره دي انا مش هعمل مش هحط زيت على الزبادي والبيض، يعني على الماسك بتاعي عموما، فهكتفي النهارده بالماسك ده بس. وزي ما انا معلماكوا يا بنات، الاول هتبداي تسرحي شعرك وبعدين تبداي تحطي الماسك على شعرك وهو متسرح. بلاش يا بنات شعرك يبقى مش متسرح او مجعد. الوصفه دي فعلا هايله جدا لو عملتيها بالاسلوب ده، وهيبقى ناعم جدا ومفرود من غير اي مكوه او اي حاجه. حتى الشعر المجعد يا بنات، الشعر الافريقي المزعج، الوصفه دي فعلا معاه هتجيب من الاخر وهتدعولي يا بنات. اتمنى يا بنات ان انا اكون فدتكم بالمعلومات بتاعتي، وان انا اكون اديتكم ماسك حلو جدا للشعر من ناحيه الهيشان ومن ناحيه خشونه الشعر. اي بنت عندها شعر افريقي او شعر مزعج وناشف وما بيتسرحش، فيا بنات الوصفه دي انا متاكده ان هي فعلا هتعجبكم، وانا مبسوطه جدا ان انا عملت من افضل الوصفات النهارده للشعر معاكم. انا طبعا هعمل هحط الوصفه دي على شعري ساعتين بعد ما اقفل الفيديو ده. اتمنى ان انا اكون فدتكم يا بنات، واللي جربت الوصفه دي قبل كده او هتجربها لما شافت الوصفه بتاعتي تسيب لي في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك للقناه لو انتم مش مشتركين فيها، وانضموا للجيش بتاع لك سيدتي مع صوفي. واتمنى ان انا اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.